بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الثانوية العامة، إن شاء الله النهاردة معنا مديول 3 أو النموذج الثالث معانا على الجرامر من كتاب جيم للمراجعة النهائية. طبعا الجرامر أو الأسئلة اللي معانا هتشمل اليونتس 6 7 8، يعني الوحدات من 6 و7 و8. طبعا دي أسئلة إن شاء دي ريفيجن على اليونتس الجرامر بتاعهم زي ما احنا قلنا، ممكن نراجع أسئلة أو الجرامر نفسه من كتاب جيم للمراجعة النهائية، والكتاب معانا موجود على القناة أو الرابط أسفل الفيديو اللي عايز يحمله. ولكن إن شاء الله إحنا بندخل على جزء الجرامر أو جزء الجرامر الخاص بالأسئلة، لكن الجرامر نفسه إحنا رجعناه في فيديوهات سابقة على القناة. اللي عايز أي ملحوظة أو أي زمن أو أي حاجة يكتبها في الكومنتات وإن شاء الله أرد عليه، ولكن إحنا إن شاء الله هندخل على الجزء الخاص بالأسئلة مباشرة. طبعا الاسئله الجرامر عندنا في الباسيف، وفي عندنا اللي هو النيسيسيتي اند ابليجيشن يعني الضروره والالزام، وفي البريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام يعني، وفي الباست كونتينوس هو الماضي المستمر، والباست بيرفكت باسيف. طبعا دي كلها ازمنه الباسيف بالنسبه للمبني للمجهول. وطبعا النوتس اللي عليه موجوده برضو معانا. الجرامر ده يعني بصراحة جميل أو ملخص جميل جدا للجرامر، ياريت اللي عايز يقرأ ويستفيد منه. ولكن زي ما أنا قلت لكم هندخل على الجزء الأسئلة. طبعا احنا عندنا هنا في الوحدة الأخيرة الكوزاتيف يعني اللي هو المفعول لأجله اللي هي هاف وهاز واستخدامها في الكوزاتيف بالنسبة للأزمنة عموما معانا. طبعا الكوزاتيف زي ما احنا شايفين دايما معانا التصريف الثالث لغير العقل. بالنسبه للجزء الخاص بالاسئله نمبر 1، water should space wisely. طبعا water يعني الماء، should space wisely بحكمة يعني ينبغي ان هو يستخدم بحكمة. be using ولا be used ولا use ولا have used. طبعا عارفين ان water غير عاقل يستخدم، مش هيستخدم نفسه. طب should كفعل ناقص، should كفعل ناقص وجميع الافعال الناقصة بتبنى للمجهول ب be والتصريف الثالث، يبقى should be used wisely، يبقى letter b، يبقى number 1 letter b لان الجملة passive. A party يعني الحفلة، space for my sister's engagement يعني خطبة أختي، خطبة أختي. طبعا party gives ولا is to give ولا عندنا هنا is going to be given ولا is going to give. طبعا الحفلة هي مش هتقدم نفسها، يعني ايه هتعطي أو تقدم، فطبعا هنا is going to be given. طبعا أي فعل بيجي معاه to بيبنى للمجهول ب to be والتصريف الثالث. sooner or later يعني عاجلا أم آجلا. A cure for cancer يعني علاج لمرض الكانسر. will be discovered يعني سوف يكتشف ولا will be discovering. will have discovered will discover. طبعا هنا sooner or later a cure for cancer will be discovered يعني سوف يكتشف. الجملة باسف وقلنا will كفعل ناقص بيبنى للمجهول ب will be والتصريف الثالث. don't be wasteful or your money space out يعني ما تبقاش مسرف وإلا المال بتاعك ماله out. will be run يعني سوف يهدر، run أو ينفذ أو يستنفذ يعني، ولا ran ولا run ولا will run. يبقى don't be wasteful يعني ما تبقاش مهدر أو مسرف، or your money will run out. will run out يعني سوف يستنفذ. طبعا المال هنا إلا يستنفذ، لكن هنا فالجملة هنا مش مجهول ولا حاجة لأن المال يستنفذ أو ينفذ يعني. animals need to space well. طبعا الانيمالز اللي هي الحيوانات need to be fed ولا feed ولا be feeding ولا food. طبعا الانيمالز هتطعم يعني حد هيطعمها، يبقى need to be fed. to اي فعل بيجي معاه to يبقى be والتصريف الثالث. old bottles يعني العبوات القديمه او الزجاجات القديمه. space for recycling
take ولا are taking ولا is taking ولا are taking. طبعا هنا is taking صح و are taking صح لأنها جملة بسب، ولكن all the bottles دي plural جمع، يبقى are taken for. are taken يعني سوف تؤخذ. preparations for the party يعني اللي هو الاستعداد للحفلة. now have made ولا has to be made ولا are being made ولا are making. طبعا now مضارع مستمر، والمضارع المستمر اللي هو am is are زائد الفعل زائد ing، ولكن الباسف منه am is are being والتصريف الثالث، وعشان عندنا preparations جمع يبقى are being made. Chinese mobiles اللي هي التليفونات او الهواتف الصينية is based all over the world. are to sell يعني تباع حول العالم، ولا are sold ولا are selling ولا has been sold. طبعا هنا are sold تباع، هي مش هتبيع نفسها، يبقى هي تباع حول العالم are sold. the wind is used spaceships الرياح بتستخدم ل طبعا اللي هو السفن to sail ولا لإبحار السفن ولا be sailed ولا to have sailed ولا to selling. طبعا هنا the wind is used يعني اللي هو الرياح بتستخدم طبعا لإيه to sail ships. to sail ships هنا الجملة ليست passive ولا not passive يعني ليست passive، هي جملة معلوم عادي. الرياح طبعا هو هي رياح بتحدد ذوقها ولا هي تلقائية، طبعا تلقائية. يبقى the wind is used to sail ships. unfortunately لسوء الحظ no spare parts for my car space easily. طبعا لسوء الحظ no spare parts يعني قطع غيار او اجزاء لقطع غيار لسيارتي can find ولا are finding ولا is found، ولا عندنا هنا are can be found. طبعا هنا can be found. unfortunately no spare parts for my car. ممكن الصح is found، ولكن هنا parts جمع، ما ينفعش نقول is، ممكن اقول are found، ولكن ما عنديش are found يبقى can be found لان هي الصيغه الباسيف المبنيه للمجهول. the very old house المنزل القديم جدا space yesterday was collapsed ولا collapse ولا collapsed ولا has collapsed. طبعا هنا ولا has been collapsed. طبعا هنا المنزل القديم سقط، او طبعا هنا collapsed يعني انهار، هو حد زقه؟ لا، ده هو وقع لوحده هنا. فطبعا هنا ايه الجملة ليست بسب، مع ان الفاعل بتاعي غير عاقل، ولكن الجملة ليست بسب بل هي اكتب يعني مبنية للمعلوم عادي. المنزل انهار collapsed. having space the criminal admitted killing the old lady. يعني طبعا having مفروض ان having بيه وراء تصريف ثالث، بس هنا انسأل having questions ولا being questions ولا been questions ولا to be questions. طبعا هنا having been questions اللي هي letter C. ليه عندنا هنا letter C؟ لان طبعا الجملة passive مبنية للمجهول بسؤاله، طبعا المجرم انكر، هو مش هيسأل نفسه، يبقى مفروض ان البوليس asked him. فطبعا الجملة عشان بس بيبقى having been والتصريف الثالث. as soon as I space the good news I got excited. طبعا as soon as I was still، طبعا I was telling، طبعا هنا بمجرد ما أخبرت الأخبار السعيدة I got excited يعني أنا اتبسط. طبعا هنا I was told the good news. ليه ما ينفعش عندنا هنا had told؟ لانه had told هنا ليست passive، وانا عايزه جمله ايه passive يعني اخبرت، انا حد اخبرني مش اخبرت نفسي. food space while I was doing my homework. الطعام بيعد وانا بعمل واجبي، يبقى food was being prepared. ليه بقى هنا was being prepared اللي هي letter C؟ لان طبعا present continuous يعني مضارع past continuous يعني ماضي مستمر، والماضي المستمر كمان passive يعني مبني للمجهول. يعني هنا food was being prepared، الطعام كان بيعد وانا بعمل في الهومورك بتاع، لان عندنا while ماضي مستمر، ماضي مستمر، حدثين مستمرين في نفس الوقت. what was said in the meeting اللي قيل في الاجتماع. طبعا هنا what was said hasn't been expected ولا hadn't expected ولا wasn't expecting ولا hadn't been ولا hadn't been expected. طبعا هنا what was said
What was said in the meeting؟ يعني ما قيل في الاجتماع hadn't been expected، يعني كان لا يتوقع بحدوثه. طبعا لان قلنا hadn't وما قلناش hasn't لان عندنا was ماضي، فلابد الفعل التاني يبقى passive و passive وعندنا ماضي، فطبعا هنا hadn't been expected يعني لم يتوقع. Since the femto second space there has been a breath through in chemistry، يعني منذ أن تم اكتشاف الفيمتو سكند حدث طبعا ثورة في الكيمياء بريك ثرو. was discovered ولا discovered ولا has been discovered ولا is discovered. طبعا لو جينا نبص الجملة برضو عندنا هنا passive يعني الجملة مبنية للمجهول، يبقى since the femtosecond was discovered was discovered. عندنا since ماضي بسيط وجملة تانية مضارع تم، ماشي عندنا المضارع التام اهو، بس الجملة اللي هي الماضي البسيط passive مبني للمجهول لان الفمتو سكند ده ما اكتشفش نفسه بل اكتشف يعني تم اكتشافه، يبقى الجملة ايه passive. fastened the seatbelt يعني ربط حزام الامان. fastened I fastened the seatbelt، أنا ربطت حزام الأمان. Then the plane space off، وبعد كده الطائرة أقلعت. Was taken ولا took ولا was taking ولا takes. طبعا يا ترى الجملة هنا هتبقى passive ولا الجملة عادية. I fastened the seatbelt then the plane took off، الطائرة أقلعت. الطائرة أقلعت الجملة مش passive، الجملة عادية مش مبنية للمجهول. ناخد بالنا إذا كان المعنى الجملة عندنا passive ولا active. طبعا هنا لو انا عايزه اعملها بس بقول was taken، ولكن الطياره اقلعت يبقى the plane took off. the plane took off. no mistakes space after I had followed my teacher's advice. no mistakes مفيش اخطاء تم ارتكابها بعد ما سمعت نصيحه المعلم. يا ترى هنا افتر بيجي وراها بيجي بعدها ماضي تم وقبلها ماضي ايه بسيط، بس الماضي البسيط بتاعنا باسف. no mistakes مالها لم يتم ايه ارتكابها، يبقى no mistakes were made ولا were making made or made. طبعا هنا احنا قلنا ماضي بسيط بس اللي هو مين were made. My car is based before I traveled to Hurghada. طبعا هنا before ماضي ماضي بسيط يبقى قبلها ماضي تام، والماضي التام برضه هيبقى هنا ماله هيبقى هنا passive لأن الكار السيارة بتاعتي مش هتفحص نفسها. Someone will someone in checked it يعني حد هيفحصها. معنى كده إن الجملة passive، يبقى my car had to be checked ولا had it checked ولا had to check ولا يجب ان هي يتم فحصها. طبعا my car had to be checked. my car had to be checked يعني سيارتي كان يجب او ينبغي ان هي تفحص قبل ما احنا ايه ننتقل الى الغردقة. يبقى my car had to be checked. my car had to be checked before I traveled to Hurghada. My car was repaired. السيارة بتاعتي تم اصلاحها. this means ده بيعني that I had repaired my car، أنا صلحتها. ولا had to repair my car يجب إن أنا أصلحها. ولا had my car repaired يعني حد صلحها لي. ولا will have to repair my car، طبعا الجملة هنا causative. That means I had my car repaired يعني إيه؟ يعني إيه خليت حد يصلح لي. my car was repaired يعني سيارتي تم إصلاحها، يبقى الجملة هنا إن في حد صلحها. طب معنى كده إن الجملة إيه I had my car repaired، لأن الجملة هنا passive قلنا الكوزاتيف اللي هو سواء have أو get عندنا، لو الـ عندنا هنا مفعول يبقى هنا تصريف تالي. we usually space our food made as we are busy studying. cause ولا have ولا do ولا make. شايفين كده عندنا made يبقى احنا عندنا مين، يبقى احنا عندنا لإما have. we usually have our food made. ليه عندنا هنا causative؟ يعني ايه causative؟ قلنا يعني عندنا تصريف ثالث لان عندنا غير عاقل. we usually have. we usually have لكن كوز بيجي معاه تو المصدر وميك بيجي معاه المصدر فقط. my car engine doesn't start، المحرك بتاع السياره بتاعي ما بيعملش. i will space a mechanic to check it، انا هجيب ميكانيكي يصلحه. i will ايه يا ترى i will have ولا i will get؟ طبعا ميك وليت بيجي معاهم المصدر فقط، يبقى الاثنين دول منفيين. يبقى عندي have وعندي get، يختار have ولا get؟ طبعا نختار get لان get بيجي مع المصدر بتاعها تو، اما have ما يجيش مع مصدرها تو. have بتتعادل مع ميك وليت بالنسبة لو كان عندنا هنا ايه عقل.
We won't paint our house ourselves with space by a clever painter. إحنا مش هنلون أو هندهن المنزل بأنفسنا، إحنا هنجيب حد يندهنه. We won't paint it. We will have painted it. We will have it painted. We will paint it. طبعا إحنا عايزين الجملة هنا حد هيعمله، يبقى we will have. We will have it painted. We will have it painted. يعني هي حد هيعمله. طبعا هنا كوزاتيف، يعني هنا الفاعل المفعول الغير العاقل it، يبقى التصريف التالت. I'm going to get my hair space as it's very long. I'm going to get my hair shortens. أنا أقصر شعري ولا lengthens أطوله ولا lengthened يعني أطوله ولا shorten. طبعا أنا بقول لك as it's very long لأنه طويل جدا، يبقى هنا أقصره، فمعنى كده إن أنا وعندي الماي هير هنا غير عاقل، يبقى إيه shortened اللي هي letter D. Are you going to have your shoes polished؟ هل أنت هتحصل على الشوز بتاعك polished يعني متلمع؟ No I will space myself، أنا هلمعه بنفسي. طبعا هنا I will get it polished ولا polish them ولا polish it ولا have them polished. طبعا الشوز جمع يبقى it دي فيها، يبقى polish them أو have polished them. طب يا ترى نختار مين فيهم الأدق؟ طبعا في المعنى I will polish them، لأن هنا لو قلت I will have them polished يبقى حد هيعمله لي، ولكن أنا هعمله بنفسي، يبقى الجملة ليست قوزاتيف ولكنها جملة عادية خالص. I will polish them for myself، أنا هلمعهم بنفسي، فالجملة هنا مش هجيب حد يعمل لي الشيء. After I space after I space El Nasser car service I drove to Ras El Bar. After I had serviced my car had my car serviced have had my car serviced service. طبعا لو احنا جينا نبص كده I drove ماضي، يبقى المفروض قبلها ماضي تام. الماضي التام عندنا هنا after I had my car serviced. ليه بقى had my car serviced؟ يعني بعد ما اجيب حد يعمل لي فحص للسياره او يعمل لي خدمه للسياره I drove it to Russell Park. يبقى عندنا had اللي هو had ده الماضي التام، وطبعا الفعل اللي هو جاي مع serviced اللي هو التصريف التالت لان my car هنا غير عاقل، يبقى اصبحت الجمله after I had my car serviced، بعد ما خلي سيارتي حد يصلحها او يعمل لها صيانه او خدمه. Space and air conditioning conditioner installed in your room it's terribly hot there. طبعا هنا عندنا installed، يبقى معنى كده ان الجمله مالها برضو، الجمله عندنا an air conditioner installed in your room it's terribly hot there، يعني اصبح الجو هنا terribly hot يعني فظيع او حر بفظاعه. Have an air conditioner installed in your room ولا take ولا let ولا had. طبعا have، طب ليه ما تنفعش عندنا هنا هاد؟ لان الجمله بيقول لك اتس مضارع، ما ينفعش تبقى مضارع، وراح انا اقول له ايه هاد في الماضي. وبعدين الجمله هنا have an air conditioner installed have an air conditioner installed in your room it's terribly hot، يعني بتركيبه فحصل في الحجر ايه الجو كان حر جدا. I had my computer fixed، انا الكمبيوتر بتاعي تم اصلاحه. This means that it wasn't fixed ولا no one fixed it ولا I fixed it ولا someone fixed it. طبعا هنا I had my computer fixed معنى كده ان someone fixed it، يبقى ايه؟ يبقى letter عندنا هنا هتبقى letter A، هتبقى letter D. ليه someone fixed it؟ لان الجملة هنا causative. Have you space the main road in your town paved؟ طبعا هنا have you، طبعا have you making ولا get the main road in your town paved ولا had ولا make. طبعا have you عايزين تصريف تالت لان عندنا have عايزين التصريف التالت، فتبقى ايه؟ ها have، يا ترى هتبقى مين التصريف التالت عندنا هنا؟ had. انا عندي ممكن اجيب get لانه ماشي عندنا التصريف التالت ما تفرقش، ولكن have مضارع تام، have you had ليها letter C. letter C. I am space my car service now. طبعا now يبقى مضارع مستمر.
طب هنا I am making my car serviced. طبعا ما ينفعش اقول make، لازم make بيجي مع المصدر. وgetting I am getting my car serviced. I am getting. طب ليه بقى ما تنفعش allowed كمان؟ allowed بيجي معاه تو المصدر، وميك بيجي معاه المصدر فقط، يبقى I am getting my car. طب ليه اصلا قلنا getting؟ عشان now مضارع مستمر في الجملة. When I was a child، لما كنت طفل، I space I was too young to do so. When I was a child، لما كنت طفل، I used to have my When I was a child, I space I was too young to do so. When I was a child, I used to have my room tidied. We used to tidy my room. Tidied my room. ولا have tidied my room. طبعا I was too young. كنت صغير جدا، يبقى مفروض يبقى معنى كده ان انا اللي ما كنتش بعمل شيء، يبقى حد بيعمل لي. يبقى when I was a child, I used to have my room tidied. طبعا عندنا هنا الفعل have، وعندنا my room غير عاقل، والتصريف الثالث. Have you had your room decorated؟ هل جبت حد يزينك الحجرة؟ No, I space myself yesterday. معنى كده ان myself يبقى الجملة ليست causative. معنى كده ايه؟ I decorated it yesterday. No, I decorated. لا، انا زينتها امس. يبقى هنا letter A letter C. I decorated it ماضي بسيط عادي، لان عندنا yesterday. The office carpet is so dirty. يعني سجادة المكتب كانت قذرة جدا. It needs، محتاج ان هي حد ينظفها. It needs cleaning. It needs cleaning. ولا عندنا to be cleaned. ولا عندنا هنا to clean. ولا both A and B. تعالوا كده، الفعل needs زي الفعل want، عارفين ان في حالة بناءه للمجهول بنبني للمجهول، لإما to be clean يعني to be والتصريف التالت، لإما الفيرب في ing مباشرة. مرة تانية، الفعل needs والفعل want. عارفين ان needs بيجي معاه to والمصدر في حالة المبني للمعلوم، وwant بيجي معاه to والمصدر في حالة المبني للمعلوم، ولكن في حالة المبني للمجهول ممكن اعملها بطريقتين، لإما الفيرب في ing وده كده الجملة بقت passive عادي مبني للمجهول، لإما to be والتصريف التالت. معنى كده ان انا اقبل الاجابتين اللي هي letter A and B، سواء الفعل need أو want. يبقى it needs cleaning أو it needs to be cleaned. Don't beat the dog، ما تضربش الكلب. Let the dog، سيب الكلب. Isn't beaten ولا not to be beaten. Not be beaten ولا isn't being beaten. طبعا الجملة هنا برضو بسيف. Let the dog not be beaten. Not be beaten يعني لا يضرب. Don't beat، don't هنا الجملة اللي هو الأمر، وإحنا عارفين إن الجملة الأمرية بتبنى للمجهول بطريقة إن أنا بجيب let وto be والتصريف الثالث، أو not to be والتصريف الثالث. مرة تانية، الأمر في حالة بنائه للمجهول. الأمر الجملة الأمرية بتبنى للمجهول بإن أنا بستخدم لها الفعل let، ولكن الفعل let هنا ونجيب وراها المفعول وto be والتصريف الثالث، أو لو هو أمر منفي يبقى not to be والتصريف الثالث، زي ما عندنا هنا letter C. Changing the sentence I want someone to love me. طبعا الجملة دي عايزين نحولها passive into passive will be. لما نحول الجملة دي للباسيف يا ترى تبقى someone is wanted to love me ولا I want to be. I want to be loved. Someone is loved by me. Someone wants to be loved. طبعا هنا I want to be loved الجملة باسيف. I want to be loved. قلنا أي فعل بيجي معاه to والمصدر بيظل الفعل كما هو، وبنبني الفعل إيه اللي هو بعده to be والتصريف التالي. يبقى I want to be loved. Which of the following is grammatically incorrect؟ يعني الجملة دي grammatically كده incorrect، خطأ. People claim that temple is the oldest in the world. The temple is claimed to be the oldest in the world. It's claimed that the temple is the oldest in the world. It's claimed that the temple to be the oldest. طبعا اللي هي letter D. عارفين ان it's، عارفين ان عندنا it's بيجي معاها ايه؟ بيجي معاها that وجملة. فطبعا هنا it's claimed that the temple مفروض is وليس to be، لان to be هنا لو انا بدأ بالفعل اللي هو الفعل اللي هو العاقل، يبقى مفروض هنا الجملة it's claimed that
هي اللي عندنا خطأ، لأن في الجملة دي جمع ما بين طريقتين، اللي هو طريقة الفعل اللي هي الأفعال said أو claimed أو thought، جمع ما بين طريقتين في الباسيفلين. It is believed that the victim with poisonous. It was thought that the victim have killed. It's thought the victim has killed with poison. It was thought the victim had. طبعا هاد خطأ. It's thought طبعا خطأ. يبقى الجملة ايه؟ It's thought the victim has killed. The victim has killed. ولا had killed ولا had been killed. طبعا هنا had been killed with poisonous. طبعا هنا الجملة مرة تانية نركز فيها. It was thought يعني يعتقد that the victim had been killed، إن الضحية ال victim ده اللي هي الضحية قتلت بالسم. had been killed by or with poisonous. letter C. نركز في الجملة دي في the choice عشان نشوف الجملة ديتي، عشان نشوف الصح فيه أو اللي مكتوبة صح أو تركيبتها صح نهين. Which of the following isn't grammatically correct؟ يعني برضو grammatically كده not correct. It's believed that money brings happiness. ده كويس مش خطأ ولا حاجة. People believe that money برضو دي صح. Happiness is believed to be brought with money. Money is believed to bring happiness. يعني المال يعتقد money is bring to bring money is believed to bring happiness. طبعا الجملة which of the following isn't grammatically correct. It's believed that money is brings happiness. ده صح طبعا. People believe that ما ينفعش. People believe that money to bring it. مفروض that money bring على طول، مش نقول that money bring happiness. Happiness is believed to be brought with money. طبعا دي برضو صح مش خطأ. Money is believed to bring happiness. Money is believed to bring it. طبعا دي صح. هي تقريبا الخطأ عندنا يبقى letter B، لأن لو جينا نبص للجملة people believe الناس بتؤمن that money to bring، هي كلمة to bring فيها الخطأ طبعا. To bring happiness، لأ bring happiness على طول. فطبعا هنا letter A letter B. لكن التلاتة التانيين تركيبتهم صح. Changing the sentence we avoided people seeing us. بنتجنب الناس تشوفنا. Into passive will be. We avoided to be seen. طبعا to be خطأ، لأن أصلا avoid ما بيجيش معاه be، ما بيجيش معاه الverb infinitive، بيجي معاه ing، يبقى دي خطأ. People were avoided seeing. People were avoided seeing. طبعا هنا برضو هو بنان الفعل هنا avoided نفسه اتبنى للمجهول، طبعا ما ينفعش يبنى هو للمجهول هنا، لان طبعا احنا هنبني الفعل اللي بعده، فطبعا دي خطأ. People avoided seeing us. طبعا people هي كده مش مبنية للمجهول، الجملة اصلا ليست passive. We avoided، طبعا لو جينا نبص كده we avoided people seeing us، هنا us دي اللي هي المفعول، يبقى we avoided being seen. ايوه هي دي الاجابة الصح. We avoided و being، لأن عارفين إن الفعل avoided بيجي وراه الفيرب في ing وبعدين التصريف الثالث للفعل، يبقى we avoided being seen، لأن عندنا أص هنا اللي هو المفعول بتاع we. My mom had the curtains changed. مامتي ال curtains changed. This means that. طبعا هنا الجملة كذب لأن هي مش هتعملها بنفسها. She changed them herself. طبعا لأ. Someone persuaded her to change. حد أقنعها إن هي تغيرهم. طبعا برضو خطأ. Someone changed them for her. حد عملهم لها. طبعا هنا letter C صح، لأن الجملة كوزاتيف. كوزاتيف يعني إيه؟ يعني بخلي حد يعمل لي الشيء. My sister got the dresses delivered to the customers. This means she asked the customers to take the dresses. My sister got the dresses delivered to. يبقى معنى كده إن هي مش بتوصلهم بنفسها، يبقى الجملة برضو كوزاتيف. يبقى هنا ايه؟ someone delivered them يعني حد بيوصلهم، برضه هتبقى letter B، يعني هنا فيها ايه؟ استخدام شخص اخر. My brother is with the mechanic his car yesterday. My brother had the mechanic to repair. طبعا had و to خطأ. Good the mechanic to repair. طبعا صح. good لان عندنا good
بيجي معاه تو والمصدر في حالة الفاعل العاقل أو في حالة إن وراه عقل. فطبعا هنا letter B من غير ما نكمل letter B. Do you know where I can do you know where I can clean a suit ولا get a suit cleaned ولا have a suit clean ولا have cleaned a suit. طبعا هنا letter A letter برضو B. Do you know where I can get a suit clean. ليه عندنا هنا الفعل get لأن كان هيجي وراها المصدر وعندنا اللي وراها غير عاقل والتصريف التالت. أما لو جينا نقول can have a suit clean طبعا هنا مش طبعا المفروض have a suit cleaned ومش clean. Which one of the following is grammatically incorrect. برضو واحدة من دول grammatically incorrect يعني بالنسبة للجرامر بتاعها خطأ. أحمد got his car repaired. أحمد had his car repaired برضو صح. أحمد had a mechanic to repair his car دي خطأ طبعا. والأخيرة أحمد got a mechanic to repair دي صح. يبقى هي letter A letter C لأن عارفين إن الفعل had أو يعني have دايما لو عندنا وراها عاقل بيجي معاه المصدر فقط. وطبعا دي آخر جملة معانا بالنسبة للريفيجن على اليونتس 6 و 7 و 8 يعني الوحدة الستة والسبعة والثامنة جرامر من كتاب جيم للمراجعة النهائية. مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم.